أنا بحبك يا رعاية، مقدرش أتجوز واحد تاني. أنا استكفيت بالشبكة اللي تدهالي. كانوا عايزين يتجوزوكي؟ محروس. مين محروس ده؟ ابن عم الشيخ يونس. كنا زمان وإحنا ساكنين معاهم، كنت أنا عيلة وهو عيل، كان يقولوا حسنات لمحروس ومحروس لحسنات. كبرنا وكل حي راح لحاله وكل حاجة اتنست. لحد ليلة كنت مع وهيبة على سريرها، كانت عايزة تسمع حكايتي وتشوف الخاتم، وعاوزاني أحكي عن صاحبه وإزاي حبيتك. صدقني أول ما خلعت الخاتم من صباحي حسيت زي ما أكون قلعت هدومي، ما بقتش عارفة أقول لها إيه. الباب خبط وارتحت من الحكاية، بس ابتدت حكاية جديدة. افتح الباب يا وهيبة. حاضر حاضر هفتح اهو. حاضر حاضر. لبست الخاتم من هنا وارتحت، لكن مع اول صرخة الوهيبة حسيت ان ابتدت حكاية. محروس محروس. وهيبة محروس اخويا. ازيك يا وهيبة؟ محروس اخويا رجع. يما محروس اخويا رجع. يا ضنايا محروس يا حبيبي وحشتني. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله على السلامة يا ابني. الحمد لله على السلامة. ازيك يا أمّا؟ الله يسلمك. ازيك يا بابا؟ وحشني قوي. أنا كنت عارفة إنه دخل الجيش من سنين، ما طلعش زي اللي ما طلعوش لما دخلوا قبل النكسة. كنت عارفة كمان إنه في السويس لسه ما رجعش حتى بعد النصر بتاع 73، وأول رجوع له كان الليلة بعد الحرب. انت عارف مين دي؟ حسنات. اللي ردم عليا في قلبه ابتدى يزرع من تاني في الداخل والخارجة. كان نفسه يجيب لي كل حاجة، أي حاجة، بس أنا ما كنتش عايزة. كنت شبعانة من الدنيا واللي فيها. روحي، أنت نمت؟ سامعك يا حسنات، كملي. عجبك الحكاية؟ مش لازم تعجبني عشان أعرفها. تعال. نعمين يا عمدة. تشربيها. هاتلي قهوة وشوف الهانم تشربيها. الهانم تشرب قهوة. وشوف الراجل الكبير ده يشربيها. تشرب ايه يا حاج؟ قهوة يا ولدي. ما احنا السهارة بتاع الليل وآخره. ما فيش في راسه حاجة. ولا على باله. ما حلتوش غير خلقاته والعصاية. باله مرتاح. أنت بتحسده على خلقاته والعصاية؟ لا. على راحة باله. على كد البني آدم ما بيشيل، على كد ما بتحاسب. حسنات،